أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو اللقاء 15 في سلسلة أفلا تذكرون. سوف نحاول كما نقول دائما أن نعيش في كل لقاء مع تذكرة جديدة، لأن الذكرى تنفع المؤمن. أيها الأحبة، نحن بحاجة للتذكر. كل الأنبياء كان الله تبارك وتعالى ينزل إليهم الذكر ليذكرهم دائما وهم خيرة الخلق، فما بالك بنا نحن اليوم وقد شغلتنا هذه الدنيا، شغلتنا الشهوات والمشاكل وزينة الدنيا. بحاجة أيها الأحبة كل يوم أن نتذكر معلومة، آية قرآنية، معجزة وردت في حديث نبوي. فهذا يعني هذا أقل شيء يمكن أن يفعله الإنسان في هذا العصر. اليوم أيها الأحبة نستكمل رحلتنا في فن إدارة الوقت. هذا الوقت أيها الأحبة هو الذي سنسأل عنه يوم القيامة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لديك وقت فراغ كبير وتتمتع بصحة جيدة، فأنت غني جدا جدا، ولكن لا تدرك بل تهمل أو تغفل عن أهمية هذه النعمة، نعمة الصحة والفراغ. نحاول من خلال أيها الأحبة هذه اللقاءات، تحدثنا على مدى 3 لقاءات سابقة، وإن شاء الله سيكون هناك لقاءات قادمة، لنغطي موضوع إدارة الوقت، لأنه مهم أيها الأحبة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة، لن تزول يعني إما إلى الجنة أو إلى النار يوم الحساب. قضية مهمة ستسأل عنها أيها الإنسان هي الوقت. ماذا فعلت في وقتك؟ أين ضيعته؟ لذلك سوف نستفيد من علماء البرمجة اللغوية العصبية والعلماء الذين اهتموا بموضوع إدارة الوقت، وسوف نكتشف التفوق القرآني المذهل في كل المجالات، مما يشهد بأنه كتاب إلهي وليس كما يدعي الملحدون دائما أنه كتاب بشري. أيها الأحبة، في فن إدارة الوقت إما أن تتعلم كيف تدير وقتك وحياتك، وإلا ستكون حياتك أشبه بسفينة تتقاذفها الأمواج، لا تدري أين تذهب وكيف تتجه ولأي هدف تسير. الحياة أحبتي في الله تشبه رحلة قصيرة في سفينة، الأخطار تحيط بها من كل الجوانب، وفي أي لحظة يمكن أن تلقى مصيرك معرض للغرق أو للموت، في أي لحظة يمكن أن تنقلب كل الأمور وتفشل كل خططك وكل ما خططت له وكل ما تفكر به، في أي لحظة أيها الأحبة يمكن أن تنتهي كل أحلامك أو تنتهي كل أحلامك. وبالتالي كلما كانت خطتك مرسومة بشكل متقن، كلما حققت الوصول إلى الشاطئ بأمان وبسلام. هذا فقط مثال بسيط من الدنيا، فكيف ونحن نريد أن ننظم وقتنا ونستثمر هذا الوقت ونديره بشكل فعال من أجل الآخرة ليس من أجل الدنيا أيها الأحبة؟
في أي مشروع عملي هناك قاعدة مهمة غالبا ما يهملها كثير من الناس، وهي دراسة المشروع دراسة كافية. فكلما كانت الدراسة أفضل كلما كان المشروع أنجح. كلما كانت الدراسة كافية وأشمل وأدق كانت النتائج العملية للمشروع أفضل، وكان المشروع ناجحا ومضمونا. ولذلك يعني قبل أن تبدأ تجربة إدارة الوقت، إذا أحببت أن تدير وقتك بشكل فعال لتنجح في الدنيا والآخرة، مشكلة الكتب التي تتناول هذه المواضيع أنها تركز على الدنيا، والدنيا لا تساوي إلا ساعة من ساعات يوم القيامة. من الخطأ أيها الأحبة أن تركزوا كل تفكيركم في ساعة من نهار، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فأنت هذه الساعة إذا ركزت كل اهتمامك عليها، ماذا ستبقي للآخرة التي هي والآخرة خير وأبقى، وهذه الآخرة ممتدة إلى ما لا نهاية. وحسب مبدأ مهم في الرياضيات، أي رقم مهما كبر فإنه أمام اللانهاية يتحول إلى صفر. يعني حياتك الدنيا هذه هي بالنسبة للحياة الأبدية الخالدة يوم القيامة تساوي صفرا. فإذا أنت تهتم بهذا الصفر، بهذا اللا شيء، وتترك الحياة الخالدة. لذلك لابد عندما نتناول قضية إدارة الوقت أن نضع هدفا هو الآخرة وليس الدنيا. حياتك الحقيقية تبدأ منذ لحظة الموت. الآن أنت أشبه بحلم، تعيش حياة مثل أحلام، ولكن الاستيقاظ يكون متى؟ عند لحظة الموت تستيقظ، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سوف ترى الملائكة، ترى أشياء لا يمكن أن تراها في الحياة الدنيا، ترى الجنة أو النار، تعرف الحقيقة، تدرك أشياء لم تكن تدركها من قبل. ولكن لا تترك نفسك للمفاجأة، جهز وأعد نفسك لهذه اللحظة الفارقة المهمة في حياتك. طبعا أيها الأحبة، الحقيقة ينبغي أن نفكر كيف ستدير وقتك، كيف تريد أن تخطط لهذه التجربة، فن إدارة الوقت. الحقيقة ينبغي أن تدرك قبل ذلك الفوائد الكبيرة لإدارة الوقت، لأن أي هدف تضعه أمامك من شروط تحقيق هذا الهدف، يعني لماذا كثير منا يضعون أهدافا أمامهم ولكن لا يتحقق شيء؟ لماذا؟ لأنه لم يدرك الفوائد التي سيحصل عليها نتيجة تحقيق هذا الهدف. علماء النفس أيها الأحبة يؤكدون أن أي عمل تريد تنفيذه ينبغي قبل كل شيء أن تدرك فوائده ليكون العمل فعالا ويعطي النتائج المطلوبة. طبعا إذا تأملنا كتاب الله تبارك وتعالى نجد أنه دائما ترغيب وترهيب، وهذا أحدث أسلوب في علم النفس أيها الأحبة. يقول لك علماء النفس، إذا أردت أن تحقق هدفا ما ينبغي أن تضع الإيجابيات والسلبيات، وتدرس هذه الإيجابيات والسلبيات، وتتخيل نفسك وأنك تعيش فيها. فإذا كانت إيجابيات المشروع أكبر ويحقق لك مكاسب أكبر وتتخيل هذه المكاسب باستمرار، فسوف يعطيك حافزا في أو دافعا وإرادة قوية في الاستمرار على هذا العمل حتى تحققه. في حال كان هناك عمل مدمر، عمل يعني مثلا
ارتكاب الفاحشة شرب الخمر عمل خاطئ بشكل عام، إذا أردت أن تتركه ماذا تفعل علميا؟ اجلس وفكر بعواقب هذا العمل، فكر بالنتائج السلبية المدمرة التي ستترتب عليك، ماذا سيحدث، يعني يجب أن تتخيل ماذا سيحدث إذا قمت بهذا العمل السيء أو الخاطئ، ستجد نتائج سلبية كبيرة جدا. هذه النتائج السلبية التي تتخيلها باستمرار سوف يعني تمنعك من الإقدام على هذا العمل أو إتمامه، سوف يعني تعطيك عكس الحافز، يعني العمل الإيجابي يعطيك حافز قوي لتحقيقه، العمل السلبي يجعلك تنكمش وتجلس ولا ترغب في تحقيق هذا العمل، وبالتالي تتجنب هذا الخطأ. هذا حياة المؤمن يجب أن تكون متوازنة بين الترغيب والترهيب. إذا تأملنا كتاب الله نجد أن البارئ عز وجل يرغبنا في الجنة، وعندما يأمرنا بعمل ما، دققوا معي أيها الأحبة، يتبعه مباشرة بالفوائد التي سنجنيها من هذا العمل. تماما أسلوب نفسي صحيح، أسلوب علمي صحيح. عندما يأمرنا بالصبر مباشرة يأخذك إلى الفوائد الهائلة لهذا الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فتتخيل أنك ستوفى أجرك من دون حساب، لن يحاسبك الله على أخطاء كثيرة ارتكبتها بسبب صبرك، فهذا يعطيك دافع قوي للصبر. عندما يحدثك الله سبحانه وتعالى عن الصيام ويقول لك وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لك هناك باب في الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون يسمى الريان، من أبواب الجنة الثمانية، باب فقط للصائمين، فأنت يصبح لديك حافز كبير لتحقيق هذا الصيام لتحصل على فوائده. هذا الأسلوب أيها الأحبة متبع بشكل كبير في القرآن الكريم. طيب عندما يأمرنا أو عندما ينهانا الله تعالى عن عمل ما، يوضح لنا سلبيات هذا العمل وأضراره، والآيات كثيرة في هذا المجال. يعني مثلا عندما ينهانا عن الخمر أو الميسر يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. أعطاك النتائج السلبية مباشرة لهذا العمل، عداوة وبغضاء، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ويأتي بعد ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم ليبصرنا وينبهنا إلى نتائج خطيرة تترتب على من يشرب الخمر، لا تقبل له صلاة 40 يوما، لعن الله شارب الخمر وبائعها وحاملها، لعن النبي 10 لهم علاقة، كل من له علاقة بالخمر وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وأكل ثمنها إلى آخره. فعندما ترى هذه النتائج المدمرة وتتأمل علميا النتائج المترتبة على شرب الخمر مثل تليف الكبد، ويقولون هناك 7 أنواع من السرطان يسببها الخمر حسب آخر دراسة علمية موقع BBC تحدثنا عنها، هذا الأمر يجعلك تمتنع وترجع للوراء وتنتهي عن هذا العمل. ثم يخوفك الله تعالى أكبر من ذلك بنار جهنم، لأن الإنسان قد يضحي بنفسه بحياته لا مشكلة، ولكن عندما تخاف من عذاب الله من نار جهنم فهذا سيكون، لأن نار جهنم خالدين فيها أبدا، فسوف تمتنع عن فعل هذا العمل.
إذن أيها الأحبة، الترغيب والترهيب، إذا أردت أن تحقق هدفا وتستثمر وقتك بشكل فعال جدا، لا تضيع أي وقت. ما الذي يضيع أوقاتنا أيها الأحبة؟ الذي يضيع وقتك عدم وجود رغبة لديك في تحقيق هذا الهدف، عدم وجود حافز لديك في تحقيق هذا الهدف. يعني مثال على ذلك، أنا أقوم بتأمل هذه الآيات في القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأقوم مثلا بتسجيل هذه الحلقات ووضعها طبعا مجانا على الإنترنت ليشاهدها الناس. ما هو الدافع الذي يجعلني أستمر؟ هناك دافع قوي، هو رضاء الله تبارك وتعالى، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من أفضل الأعمال هي الدعوة إلى الله. والله تعالى أنا في ذهني مسبقا أعلم قول الله تعالى عندما قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إذا رقم واحد الدعوة إلى الله، رقم اثنين وعمل صالحا، كل هذه الأعمال الصالحة تأتي بالمرتبة الثانية بعد الدعوة إلى الله. رقم ثلاثة وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن لماذا وضع الله الدعوة إلى الله في رأس الأعمال؟ لأنها مهمة الأنبياء. الأنبياء أيها الأحبة، ما هي مهمتهم؟ الدعوة إلى الله. فأنت عندما تدعو إلى الله فإنك ستكون من ورثة الأنبياء، ستقوم بعمل مشابه لما قام به الأنبياء، وسوف تحصل على أجر عظيم جدا، وتكون مع هؤلاء الأنبياء يوم القيامة. فهذا دافع قوي يدفعني أنا شخصيا للاستمرار في هذا العمل، ولإنتاج أكبر، والاستثمار كل الوقت في تحقيق هذا الهدف. مع العلم أن أي واحد منكم لديه قدرة على القيام بعمل مشابه، على الأقل أن ينقل هذا العلم لمن يحتاجه. يعني أنت اليوم في عصر قال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هناك التيسير شديد في نشر الدعوة إلى الله، في نشر العلم النافع. فأنت اليوم من خلال بضغطة زر تستطيع أن تحول أو تشارك هذا البحث أو هذا الفيديو مع أناس تعرفهم أو قد لا تعرفهم. قد يهدي الله بك ملحدا، تأملتم أيها الأحبة؟ ولكن للأسف معظمنا ليس لديه هذا الحافز، لأنه لم يدرك الفوائد العظيمة. يعني أحيانا أنت بضغطة زر بإرسال مقطع فيديو لشخص وهذا يشاركه مع غيره، ربما يصل إلى مئات الناس، قد يصل بالمصادفة، ولا يوجد مصادفة في كون الله سبحانه وتعالى، قد يصل إلى شخص ملحد فيهتدي به، فتكون أنت سبب، تكون سببا في هدايته. فأنت عندما تفكر بهذا الأسلوب سوف تجد نفسك حريصا على نشر أكبر كمية ممكنة من هذه العلوم، وسوف تكون حريصا على إيصال هذا العلم النافع لكل من يحتاجه، ولن يبقى لديك وقت أصلا لتحرقه أو لتضيعه. سيصبح كل وقتك وقتا فعالا تستثمره في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الحقيقة أيها الأحبة، نختم بحديث أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يحدثنا عن أهمية الوقت. استخدم أهم لحظة في تاريخ المؤمن، وهي وقوف هذا المؤمن بين يدي خالقه عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه،
وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا فعل به. النبي هنا يربط بين استثمار الوقت بما يرضي الله تعالى وبين دخول الجنة، والأسئلة التي سيواجهها كل واحد منا تتعلق معظمها بالوقت، لأن الله أعطاك وقت، أنت كل ما تملكه عبارة عن وقت، ماذا ستفعل به؟ لذلك ينبغي عليك أن تستثمر كل ثانية من عمرك، كل ثانية على مستوى الثانية نتحدث. إذن احفظوا هذا الحديث النبوي الذي، أو احفظوا هذا الموقف، تذكروا هذا الموقف. أربع أشياء، أربعة أشياء ستسأل عنها. أولا سوف تسأل عن عمرك فيما أفنيته، هذا العمر. إذن ستسأل عن وقت، إذن أول شيء تسأل عنه الوقت. جسدك فيما أبليته، هذا الجسد أصابته الأمراض نتيجة ماذا؟ كل منا، كل إنسان يمرض وسوف يموت بالنتيجة. هل أصابتك الأمراض نتيجة الذكر والعبادة والصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، وعندما سئل قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هل أبليت جسدك هذا في طاعة الله، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في الأعمال الصالحة، أم أبليته في جمع المال الذي ستتركه وراءك وتذهب؟ إذن العمر ثم الجسد. الشيء الثالث المال، ستسأل عن مالك من أين أخذته وفيما أنفقته، من أين أخذت هذا المال وفيما أنفقته. لذلك الفقير أو قليل المال يكون حسابه أيسر وأقصر وأسهل بكثير من الأغنياء. يعني الغني لديه حساب يعني طويل، إلا طبعا المتقين. والشيء الرابع أيها الأحبة، سوف تسأل عن علمك ماذا عملت به. أين العلم؟ أين القرآن الذي قرأته؟ ماذا فعلت في نشر هذا الدين؟ ماذا قدمت من خدمة لنشر علوم القرآن، لتعريف الناس بعجائب القرآن؟ النبي يقول: بلغوا عني ولو آية. كم آية بلغت في هذا اليوم مثلا؟ كل يوم أيها الأحبة اعمل برنامج، قل كل يوم سأساهم في نشر آية قرآنية فيها مثلا معجزة، سأخذ هذه الآية أو هذا الحديث النبوي وأرسله لمجموعة من الأشخاص. اعمل برنامج كل يوم، على الأقل على الأقل تقول: يا رب أنا بلغت كل يوم، بلغت آية يعني في السنة 360 أو 65 آية في السنة، احسب كم سنة ستعيش. إذا قدر الله لك أن تعيش 10 سنوات، ستكون قد بلغت 3650 آية إلى من يحتاجها. وبالتالي أيها الأحبة، الحديث طويل، نتوقف هنا، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل هذا البحث المهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟